ردا على ما صدر من السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيانا أوضحت فيه تخوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، ودعت في بيانها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومجلس النواب المنتخب. وأعربت الوزارة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الدستورية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين من سوريا بواسطة الحكومة التركية أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي وصفته بأنه تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي. وذكرت في بيانها بأن الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين، وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط، وأن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة المتمثلة في التوزيع العادل للثروات وخاصة النفط الذي تستخدمه حكومة السراج غير الدستورية لقتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت. ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال، في حين تسيطر الميليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليها. كما رحبت الوزارة في بيانها بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراعى التوزيع العادل للثروات. ودعت الوزارة لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح والميليشيات والمرتزقة.